لو الحكاية فيها إن فيجو. كابتن مجدي طلبه طبعا نجم الاهلي ومنتخب مصر. كابتن مجدي برحب بيك طبعا. موقع فيتو حابب ان انا اقول لك مبروك القياده الفنيه لفريق ديكيرنس. اكيد النهارده حضورك المباراه النهارده امام فريق حرس الحدود من بارك لك، شايف الوضع الفتره الجايه هيكون ازاي؟ الله يبارك فيك. طبعا كان لازم نشوف الفرقه بعد ثلاث عقد مع نادي ديكيرنس. النادي عنده طموح كويس، في استثمار جيد للتيم. الطموح ده بيتطلب انه درجات معينه او مستويات معينه نوصل بيها للعيبه والتيم في الجدول. اللي انا شفته النهارده طبعا اكيد محتاجين شغل كتير، محتاجين تعب كتير، ومحتاجين تركيز كتير جدا. في مواهب وفي امكانيات فنيه كويسه، انما عايزه تتوظف بشكل جيد، وعايزه نبقى كلنا مع بعض في ايد واحده. كابتن مجدي طلبه طبعا اسم كبير وغنيته خبرات كبيره جدا طبعا في عالم التدريب. كابتن مجدي اكيد مجلس اداره نادي ديكيرنس حطوا ثقتهم فيك، لسه بقى بدايه الدور الثاني مشوار نادي ديكيرنس، يعني اكيد دي مش مكانته، لان نادي ديكيرنس متعودين منه ان دايما بيكون في المنافسه. فعايز اعرف دور مجلس الاداره بقى معاك، والناس تكلموا معاك في ايه، والفتره الجايه ان شاء الله هتقدم ايه مع الفرقه؟ احنا متكلمين في المرحله، عندنا شورت تيرم ولونج تيرم. شورت تيرم المدى القصير اللي هي مرحله الدور الثاني، ان احنا نحاول نوصل بالفرقه لاقصى ما يمكن نقدر نوصل له في الجدول، بس بشكل فني يساعد بيه التيم ان شاء الله في الموسم الجديد، ان نقدر نعمل ان شاء الله باذن الله حاجه كويسه، ونقدر نوصل الطموح، نقدر نوصل للطموح اللي بتتمناه الاداره، مجلس الاداره ومهندس خضر وجمهور نادي ديكيرنس. كابتن مجدي رساله توجهها لجماهير ديكيرنس، تحب تقول لهم ايه؟ هم املهم فيك كبير يعني. قال لهم الصبر، محتاجين شغل كتير، محتاجين دعم كبير، ومحتاجين منكم تكونوا مساندين بشكل كبير جدا للتيم، ولازم تصبروا معانا زي ما احنا هنبقى صابرين ان شاء الله باذن الله ومع مجلس الاداره، ان احنا نوصل كلنا بالصبر والشغل والاجتهاد نوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا عاوزينه. اشكرك طبعا الكابتن مجدي طلبه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. صباح التوفيق ليك يا كابتن في القياده الفنيه لفريق ديكيرنس. شكرا يا كابتن.